امبارح شهدت السفارة البريطانية بالقاهرة الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من برنامج تسريع تمويل المناخ إلى مصر، وكان في حلقة نقاشية حول الحوافز والمشاريع منخفضة الكربون. تفاصيل أكتر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. السفارة البريطانية بالقاهرة نظمت حفل لتخريج دفعة جديدة من برنامج الـ CFA، وهو البرنامج والذي يهدف إلى التحول إلى الطاقة الخضراء والابتعاد عن الوقود الأحفوري، وكل ده بيأتي بالتعاون مع الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة. كلنا حاسين بتأثير تغير المناخ في مصر، في بريطانيا، في العالم الكل. وتغير المناخ طبعا بيسبب في صعوبات على حياتنا اليومية، فعشان كده عايزين كشريك لمصر كالحكومة البريطانية أن ندعم انتقال للمستقبل الأخضر، لاستعمال الطاقة النظيفة، للتغلب على هذه الأزمة. فالنهاردة بنشهد يعني حفل التخريج، يعني ممكن نستعمل هذه العبارة، حفل تخريج لتسع مشاريع قابلة لتنتج مستقبل لمصر أخضر وأنظف، ومركز على طبعا العلاقات التجارية وعلى الاستفادة أن المواطن المصري بيستفيد منها. احنا النهارده مشاركتنا اللي بتساعد المزارعين انهم يتحولوا لنظم الطاقه النظيفه والاستخدام الامن للمبيدات والاسمده، ويتحولوا كمان للزراعه العضويه، وده بيأثر على بيقلل انبعاثات الكربون، وكمان بيكون ليه تأثير ايجابي على البيئه وعلى المناخ. ده بيساعد ان هو بيزود الرقعه الزراعيه، وكمان بيساعد المزارعين ان هم يزرعوا بيستخدموا مدخلات زراعيه امنه، سواء طاقة شمسية بدل الديزل، وكمان بيستخدموا المبيدات والأسمدة العضوية، وده بيأثر بالإيجاب على البيئة وكمان بيزود الدخل بتاعهم. بنحاول نستفيد منهم بكل الطرق، بالجندر إيكواليتي والسوشيال إنكلوجن. بنحاول نستفيد من خبراتهم كلهم في المجالات اللي هم عملوها، بنوصلهم بشركات بيحاولوا يساعدوهم يخلوا الموضوع بيئي اكتر في كل حاجه، ازاي بنحافظ على البيئه في كل حاجه، ازاي بنسترشد في استهلاك المياه في حاجات كتيره، نحاول نقلل من الطاقه الكربونيه ونحولها لطاقه كهربائيه اكتر في حاجات كتيره زي السكوترز. عندنا واحد مستر سوم لوب بيعملوا سكوترز. احنا موجودين النهارده ضمن برنامج السي اف اي او الكلايمت فايند اكسلريتور، ده بتنظمه الحكومه البريطانيه بتاعهم مع فلات 6 لابس. الفكره ان البرنامج بيفوكس على ازاي ادعم الستارت ابس او الشركات الناشئه اللي ليها امباكت على الانفايرمنت وبتقلل تغيرات المناخ. التعامل مع الجهات اللي بره بيخليك تنفتح على العالم في تطورات كتيره قوي، في تولز وطرق كتيره وتكنولوجيز جديده تقدر ان انت تيمبلمنت التكنولوجي دي او تدخلها عندك في البيزنس بتاعك فتكبر بيها. ده رقم واحد. رقم اتنين، في جهات بره كتير جدا عايزه تدعم المشروعات دي بس ما تبقاش شايفاها، فلما تاخد الفرصه ان انت تتشاف وتتشاف بشكل دولي او في مكان ليه امباكت دولي، الموضوع بيفرق كتير قوي.